والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من يومنا هذا إلى يوم الدين. ثم أما بعد عباد الله، وافتنا بعض وسائل الإعلام في صبيحة هذا اليوم المبارك أن المجرم والسفاك والفاسد سواء شارد الدماء قد عاد إلى هذه البلاد، ونحن نقول لا يأبه الثوار أبدا لعودة أحد أو مبادرة أحد. نحن خرجنا على هذا الظالم وهو في أوج قوته صحيحا سليما معافى، فلن تخيفنا عودته مكسورا محروقا مشوها أبدا. نحن خرجنا عليه والجيش كله في يده والملك كله في يده والمال كله في يده، فلن يخيفنا اليوم ان يعود بعد ان اصبح ثلثي او اكثر الجيش في صف الثوره، وبعد ان اصبحت كبائن اليمن او معظمها في صف الثوره، وبعد ان اصبحت هذه الثوره في اوج قوتها وامام تحقيق كل اهدافها باذن الله. لن يخيفنا نظام صالح ولا عودة صالح. صالح مات وادعى عند الثوار زمان، ولن تخيفنا عودته ابدا. لكنني ارسل رسالة في هذا الموقف، ان كان عاد حقيقة اهمس بها في اذن الملك، ان كان عاد فدماء اليمنيين اذا سفكت والحرب الاهلية اذا وقعت، اعلموا انكم مشاركون فيها، واعلموا ان لكم البلاد مقتولة في هذه الحرب وفي سفك دماء اليمنيين، وسيكتب التاريخ ذلك وسيدون لكم التاريخ ذلك. كما اننا نقول ايها الاحباب الكرام، ان عاد فعلا فهي محاولة لانهار عزائم اتباعه الكتائب والجنود الذين ما زالوا ليس بكامل اختيارهم لكن بالحديد والنار وبقطع رواتبهم باقون معه، خرت عزائمهم ضعفت هممهم، ما عادوا يجبرون الاوامر ان يقاتلوا اخوانهم. فهي في الساعه وفي الساعه الاعلاميه الجديده بعوده صالح ان يراه هذه الهمم، وهيهات هيهات كفات الاوان وشب الشعر عن الطود، ولن يعود ابدا حتى يموت منتصرا بهذه الثوره.